وصف الوقائع صادمة بالنسبة لي، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع لبرنامج نهج التريبيونال على EFM ما يكونوش مصحوبين بالأطفال متاعهم. نهج التريبيونال على EFM. قضية اليوم المحور متاعها واحد اسمه دافيد نيكسون، باعث عقاري، وخلينا نقوله مهفة كبير، استغل الانتعاش اللي عرفتها الولايات المتحدة في بداية القرن هذا باش يلم فرتونة لباس بها، من غير ما نقوله أنه ولا تندخى متناتخ متاع أمريكا. الميزة متاع دافيد نيكسون أنه يشري أراضي في تراكن ما يرومها حتى حد، كيما نقوله فجر ريح وضبوط القردة، هالتراكن هذم يردهم أحياء راقية ويتعاركوا عليهم الغنية، الياجورة تولي بمليار ويبوصولوا عليها سقيه باش يبيعلهم حتى جنال وفاكاسيتي لبناها جديدة. Welcome to the United States. دافيد نيكسون عمل كيما اللي بناو أحياء راقية في كرش الغابة، طلعوا بلاصات وفيلات على أرض غير معدة جيولوجياً للبناء، ولو كان الله لا يقدر يصير زلزال وإلا أمطار كما متاع 13 سبتمبر 2003، الانزلاقات الأرضية لغليسمون دو تيران ما همش بشي يخليه حتى شيء واقف، الحي الكل يمشي بسيسة ومعاه آلاف المليارات اللي تصرفت على الأراضي والبني والقاوي الضخموني، ولهنا حديث مقياس. لكن دافيد نيكسون عكس الباعثين اللي عندنا أو جزء منهم، السيد ما بناش في بلايص غير معدة للبناء، على خاطر الأمريكان ما يفضلكوش بحياة المواطنين متاعهم، وحتى باعث عقاري ما يطلع حيط إذا المعطيات الجيولوجية ما تسمحش بالبني. ولهنا الذكاء تاع دافيد نيكسون هو أنه حول أماكن ما هيش معروفة بالكل وما تجي البال حتى حد الإقامات راقية وفاخرة يتهافتوا عليها الغنية. وبطبيعة الحال الظرف كان معاونه برشا، الأزمة الاقتصادية متاع أواخر تسعينات القرن الماضي فقرت برشا أمريكان، لكن خلقت طبقة متاع أغنياء جدد نوفو ريش اللي عندهم رغبة كبيرة في الملكية ويحبوا يشريوا أجمل وأغلى ديار. وقضية اليوم أطوارها بدأت عام 2000 مع الانتعاشة هذه اللي عرفها قطاع البعث العقاري وتنفنا في جرتها محور قضيتنا دافيد نيكسون. من جملة معمل سي دافيد نيكسون هذا أنه حول ضاحية منسية في مدينة فور وورث بالتكساس المنطقة سكنية راقية، الدار فيها بهك الحسبة. Going once, going twice, sold. السيد كان يحب الفلوس لدرجة كبيرة، ومع الفلوس يحب اللبسة والكراهب اللي ما ثم منهم كان كعبة ولا اثنين، وبطبيعة الحال السهريات والرياقات والقمار. دافيد نيكسون كان من رواد الكازينوات، يلعب شيء غريب وبرشة فلوس ماشية في الرولات والبلاك جاك والبكارة، ومع هذم الكل أكثر حاجة يحبها وعلى رأس قائمة الملذات متاعه هي النساء. السيد زير متاع النساء، بدال شهاد يخزر الوحدة ينسى الأخرى، وديجا هو خذا زوز نساء وطلقهم، والثالثة دخلت على الخط وعايشة معاه فرد دار على أمل أنه الأمور تتم بالهنا ويأخذها. الحي اللي بنا فيه دافيد نيكسون اسمه غريب فاين، والناس الكل تتهافت باش تسكن فيه على خاطر البحيرة اللي كانت موجودة غادي أهو كدويرة منها للاك، وبتبيع اللي عنده يخت يجيبه. احنا قلنا لكم للبلاصة رقي ومتاع نوفو ريش. الأمور بالنسبة لدافيد نيكسون كانت هانية وأكثر من هانية، حتى لين نهار مع العشرة متاع الليل مرض دافيد لولا مشات المركز الشرطة باش تبلغ على اختفاء زوجها السابق. قالت لهم أنه ليلتها طليقها دافيد كان باش يتعشى هو ولده البرة،
لأن وعدوا باش يتعدلوا مع الستة للدار يهزوا معاه ويسهروا مع بعضهم ومن بعد يرجعوا. حسب قوالة قالت أنه طليقها دافيد معدل كالمونجالة، إذا يعطي رونديفو ما يوخرش بثانية، وخاصة مع ولده اللي كان يحبه أكثر من اللازم. ومن نهارة اللي طلقها مرتب مرة في الشهر يهزوا يمشيوا يتفرهدوا مع بعضهم وعمره ما غاب عليه. وقالت أنه اللي زاد حيرها أنه تليفونه ما يجاوبش، طلبته برشا مرات لكن شيء، لا حياة لمن تنادي. بالنسبة لبو متعلق بولده برشا، الغياب هذا محير بالحق. والمفتش اللي تلقى البلاغ من عند الأم حس اللي هي مش حكاية اختفاء بسيطة. وثلاثة سوايع من بعد هالبلاغ، واحد متعدي في كرهبته جنب باركينج مهجور في بلاصة خالية، ويشوف في سامور متاع نار وحاجة قاعدة تتحرق. من حين هبط من كرهبته بش يشوف اش فما، والمشهد اللي اكتشفه بش يخليه مذهول. في تواتر هالأحداث اللي شافوه السيد هذا هو جثة آدمية قاعدة تتحرق، النار تاكل فيها من الجزء الفوقاني، والريحة توحي أنه تصب عليها ليسانس. السيد ما نجم يعمل حتى شيء إلا أنه كلم 911. Hello, is this the police? التامة والعامة خلطت ولقاوا جثة مفحمة، النار كلاتها محسوبة بكلها. الضحية راجل طويل القامة أبيض وشعره بني برام، وحسب البقايا اللي لقاوها الجثة كانت ملفوفة في كوفيرتا ومن بعد في باش أزرق. والجاني قبل ما تجي فكرة النار حاول باش يتخلص من القتيل في قناة تصريف مياه أكل يبدأوا تحت مادة كانيفو، لكن حسب الظاهر الجثة ما تعدتلوش من الفتحة هذيك، ووقتها خمم باش يحرقوا. بالنسبة للمحققين الأولوية هي معرفة الهوية متاع الضحية، وفي حالات الجثث المحروقة الحاجة الوحيدة اللي نجموا يعتمدوا عليها باش يعرفوا شكون القتيل هي الأسنان، لا دونتيسيون. وكما سبق وقلنا لكم في حلقات سابقة، الأسنان كما البصمات متاع اليدين عندهم خصائص تمكن من التعرف بسهولة على مولاهم. في التطور هذا من القضية يلزمكم تعرفوا أن الجثة هذيك هي جثة دافيد نيكسون، والصدمة كانت كبيرة على اللي يعرفوه الكل. أشكونه اللي قتلوا بالطريقة الشنيعة هذه؟ زعم دافيد عنده برشا بونتوات؟ صحيح ميدان البحث العقاري ماهوش نظيف ولازم فيها إيداءات وبونتوات وأحقاد، أما دافيد مبدئيا ما كانش عنده حد معين متعارك معاه أو يسالوا مغرفة. ومن الفرضيات اللي طرحوها المحققين أنه كان على علاقة مع مافيا الكازينوات بحكم أنه قمارجي كبير، والله أعلم شنوما الدعازق اللي دخل فيها وخلات اللي دخل معاهم في خلاف يقتلوه ويحرقوه مرة واحدة. الطبيب الشرعي في المرحلة هذه ما لقاش أثار متاع جروح أو أورام أو أي حاجة تدل أنه دافيد تفارع مع اللي قتله. الحاجة اللي كانت متأكدة واضحة أنه موقعش قتله غادي في الباركينج، لا تقتل قبل، والجثة متاعه جابها الجاني وحرقها في مسرح الجريمة اللي لقاو فيه الضحية دافيد. الطبيب الشرعي لقى زادة فقرة مكسرة بجنب اليسار، اون كوت فراكتوري، ولقى زادة أثار متاع رصاصة من عيار صغير، واضح أنه دافيد تضرب بها ومشيت القلب طول حسب التراجكتوار متاعها. الشيء هذا زاد دعم فكرة أنه دافيد وقت اللي وصلوه للباركينج كان جثة هامدة. في مجريات الأحداث المحققين اهتموا زادة بالباش والكوفيرتا اللي كانت الجثة ملفوفة فيهم، خاصة الكوفيرتا القاو فيها كتلول صغار دي فيلامون ميتاليك معناها كوفرتور شوفانت،
ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه الأمريكان عندهم نوع من الغطاء يتسخن بالكهرباء، والجثة متاع دافيد لفوها في النوع هذا. السؤال علاش المجرم اختار الكوفيرتة هذه ومش حاجة أخرى؟ السؤال الآخر واللي المعرفة متاعه تعاون المحققين برشا هو الوقت اللي صارت فيه الجريمة، يا أما دافيد تقتل نهارتها أو قبل، معناها القاتل خبى الجثة ومن بعد كل فرصة ولات سانحة هزة وحرقها في الباركينج. الطبيب الشرعي في المرحلة هذه القى جزء صغير من الجلدة مازال ما تحرقش، وقام بالتحليل متاعه وعرف أنه دافيد مات 36 أو 38 ساعة قبل ما تقع العملية متاع الحرق واللي صارت في نهار الأحد، وبالتالي وضح اللي هو تقتل في الويكاند يعني آخر الأسبوع، وهذاك علاش حتى واحد ما تفطن للاختفاء متاعه. الفرضية هذه ترجح أنه الموت متاع دافيد صار نهار الجمعة في الصباح، لكن فما غموض كبير فيما يخص دوافع الجريمة. أشكونوا هاللي مصلحته باش يتخلص من دافيد؟ والطريقة اللي تمت بها الجريمة غريبة برشا. علاش اتحرقت الجثة؟ زعما باش يقع طمس كل الأدلة المادية وربما باش تبقى الجثة مجهولة الهوية؟ ممكن ياسر. في المرحلة هذه يلزمكم تعرفوا معلومة هامة، وقت اللي واحد يموت في سن دافيد نيكسون وعنده ثروة كبيرة وكسيبته طفل عمره 10 سنين، التهمة تمشي طول لمرته على اعتبار أنه عندها فايدة من الموت متاعه. وفي قضية الحال الشكوك مشات لزوجته الأولى، والسبب بسيط، مرته الأولى هذه عندها بوليسة متاع تأمين على الحياة عاملها لها رجلها، وهي الوحيدة المستفيدة في حالة الوفاة متاعه، معناها وقت اللي يموت دافيد نيكسون هي تقبض $500,000، وهذه كما يقولوا في لغتنا قريزة باهية الواحد ينجم يحل بها مش جوانحه، بارش جوانح بخلاف الجناحات اللي موجودين في الوتلة. وبالنسبة للمحققين هذا دافع صحيح يخلي فكرة التخلص من دافيد نيكسون أكثر من واردة، بما أنه راه بارش فلوس. في تواتر هالأحداث المحققين تذكروا جريمة صارت 4 شهور التالي، والموت أوبيراتوار يعني طريقة القتل هي نفسها. مومس اسمها جانيت دولان وعمرها 22 سنة اتقتلت برصاص، ومن بعد اللي قتلها صب عليها ليسانس وحرقها. يعني فما تشابه كبير ما بين هالزوج جرائم، والشي هذا يطرح سؤال مهم، يطلعش اللي قتل دافيد وحرقه ان سيريال كيلور معناتها قاتل تسلسلي، والحرق هو الامضاء متاعه معناها طريقته في التخلص من ضحاياه؟ الامكانية واردة برشا، ولو انه زوج جرائم بقدر ما فيهم تشابه فيهم فوارق كبيرة. القاتل المتسلسل وحسب اللي جرت به العادة يختار الفريسة متاعه أو الضحية من فئة واحدة، يا أما طالبات أو مميسات أو متشردين أو مسنين إلى آخره. والوقايع متاع الجرائم الزوز بعاد على بعضهم، الضحية الأولى رجل أعمال ناجح والضحية الثانية مومس، وخلف هذا الضحية دافيد نيكسون ما عندوش مشاكل، ولو كان المجرم قاتل متسلسل راهو ثم خيط يربط ما بين الضحايا متاعو. المحققين كان عندهم شبه يقين أنه ما ثم حتى علاقة ما بين حرقان جانيت وحرقان دافيد، وصعيب أنه القاتل يكون واحد. في المرحلة هذه دليل مادي مهم القاوه المفتشين في الباركينج اللي تحرق فيه دافيد. الدليل هذا هو آثار متاع عجالي. الملفت للانتباه هو أنه الآثار متاع 6 عجالي مش 4 وكبار، إذن ما ينجم يكون كان كاميون، والعجالي القداميين ما همش كيما التلانيين معناها مبدلين. أشنو اللي جاي يعمل الكاميون غادي بلاصة ما يجيها حد وما يقف فيها حد؟
زعم القاتل استعمل هالكاميونة هذه باش ينقل الجثة من بلاصة لبلاصة؟ السؤال هذا ما ينجم يجاوب عليه حتى حد، مادام حتى دليل ما هو متوفر باش على الأقل يتوصلوا للهوية متاع القاتل، وإلا يحصلوا التهمة في الشخص اللي مصلحته أنه دافيد يختفي. مر دافيد لولا واللي اسمها دونا بقات على رأس القائمة متاع المظنون فيهم، لأنها كما سبق وقلنا لكم نص مليون يستنى فيها في حالة موت طليقها دافيد نيكسون. الفلوس هذم بطبيعة الحال هم متاع لاسيرونس في، ويرحم من خلى كما يقولوا. لكن بشوية بشوية المحققين بش يتخلاوا على الفرضية هذه. Any questions or answers that you give can be recorded and used in court as evidence. You agree with that? دونا طليقة دافيد كانت متعاونة معاهم الأقصى الحدود، وأكثر من هكا وضعيتها المادية تخليها بعيد على كل الشبهات. المرأة لاباس عليها ومعيشة ولدها كما يلزم، وظاهر اللي هي تحبه وما توصلش باش تحرم ولدها من بوه. على كل حال المحققين تخليوا على دونا طليقة دافيد نيكسون الأولى، لكن ما طرحوهاش نهائيا من قائمة المشتبه فيهم. وكي نقولوا ما طرحوهاش على خاطر ما ينجمش يكون الدافع متاعها النقمة على دافيد اللي طيشها يا ولدها واخذها أوتاس دولار بلوندا قنبلة هي بيدها. لكن الزواج متاعه مع البلوندا هذه ما دامش برشا نزوة وتعدات وفي ساعة ما طلقوا. المرأة هذه كيما دونا كان عندها عذر موبيل وما يخلي حتى مجال للشك أنها هي القاتلة. وإذا دونا طليقة دافيد الضحية كانت نهار الجريمة في دارها هي ولدها وبرشا شهدوا بالشي هذا، لوتيس دولير الطليقة الثانية متاع دافيد كانت في الشيرة الأخرى من الكرة الأرضية يعني في آسيا، سافرت نهار الأربعة ورجعت نهار السبت، معناها مستحيل أنها تكون حاضرة وقت وقوع الجريمة. ولهنا لو كان تتذكروا الطبيب الشرعي قال أنه الموت صار نهار الجمعة الصباح أو الخميس عقب الليل. وإذا طرحنا دونا طليقة دافيد الأولى ولوتيس دولير طليقته الثانية من قائمة المظنون فيهم، أشكون بقى؟ أبقت صاحبة دافيد الجديدة واللي اسمها تريسي فريم، عمرها 32 سنة وعندها مدة تعيش مع دافيد. المحققين في هالمرحلة هذه استدعوا تريسي صاحبة الضحية دافيد نيكسون إيش يستنطقوها، وأثناء الاستنطاق وهما يسألوا فيها قالت لهم بالحرف الواحد: يا أخي انتوما كيفاش عرفتوا أنه الميت هو دافيد؟ الجملة هذه دوخت المحققين على خطر عمرهم ما قالوا لا في وسائل الأعلام ولا حتى المرض دافيد الأولى ولا الثانية أنه الجثة اتحرقت تماماً. المعلومة هذه خلاوها سرية ومخبين على الناس الكل باش يسهلوا على رواحهم التحقيق. وبما أنه تريسي سألتهم السؤال كيفاش عرفتوه، معناها هي متأكدة أنه الطريقة اللي تقتل بها ماهوش باش يقع عليه التعرف بسهولة. المحققين لهنا خزروا لبعضهم وكأنه كل واحد يقول لصاحبه: سمعت اش قالت؟ بطبيعة الحال تريسي ضربها تريسيتي، فاقت بروحها اللي هي قالت حاجة ما يسمهاش تتقال، واللي تغمت الحكاية ببكية. وهكا المحققين يخزروا لها مش مصدقين، وبطبيعة الحال نظرتهم ليها تبدلت تماما. في بالهم استدعوها باش ياخذوا أقوالها كما الناس الكل، طلعت عندها ما تقول بالحق. ابقوا معنا، ما زلنا نواصلوا في قضية اليوم من نهجة ريبينال على EFM أحلى راديو. الرأي العام التونسي، أحكام بالسجن وعقوبات، الناس غلطت وخلصت، وناس اللي عملت يدها ولساقها.
قال لي انت دار فيك المراه نمرو 20 من النساء اللي تحايل عليهم باسمي انا. عام كامل ماني هارب، قعدتني ومرتي وحكينا نقدم روحي نعديش مكتب من ربي ونروح، يا اما نطلع ليبيا. عائلات خسرت اقرب الناس لها في جرائم بشعه، نرجع لحيثياتها وتفاصيلها. ما نجمش نعري روحي ورس بنتي وقل لي انا مراش راه جميعتي هما باش يشوفوا ما سيبني الا ما قراي. من نص في قلبي تقسم وقت نص في جنيحي تقسم نص في روحي بالرسمي وحدي ما عندي حد. اسمعونا كل سبت واحد من مالي ساعتين المطلتة في نهج التريبيونال الانترفيو مع جيهان بن عبد الله على EFM احلى راديو. انتم اللي ديما معنا وعمركم ما خليتونا، تاكسي لواج نقل ريفي وكل اصحاب الكياس، على خاطركم عزيز علينا، سلامتكم وسلامتك رهبكم تهمنا. اولا انرجي تهدي لكم حتى 20% تخفيض على زيوت الموتور اكسل وديوماكس، وتوفر لكم دياغنوستيك وتعقيم كامل للكهرباء وبرشا كادوات. الاكثر معلومات تابعونا على الباج فيسبوك اولا انرجي تونيزي. مع اولا انرجي سلامتكم تهمنا. نرجو من الساده المستمعين البرنامج نهج التريبينال على EFM واللي نفوسهم رهيفه ان البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقائع صادمة بالنسبة لي، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع لبرنامج نهج التريبيونال على EFM ما يكونوش مصحوبين بالأطفال نتاعهم. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت في مدينة فوروارز في تكساس عام 2000، باعث عقاري غني برشا اسمه دافيد نيكسون القاوه مقتول في باركينج مهجور، واللي قتلوا لفوا في كوفيرتا وفي باش أزرق وشعل فيه النار وحرقه. ورغم هذا الشرطة تمكنت من التعرف على الهوية متاعو. المرة الأولى حصرت الشكوك الكل في طليقته الأولى دونا، ومن بعد بدأت الظنون الكل تتوجه لصاحبته واللي اسمها تريسي فرين. Questions or answers that you give can be recorded and used in court as evidence. في التحقيق تريسي قالت أنها ما شافتش دافيد من نهار الخميس. قالوا لها ما شفتوش بالكل الخميس لجمعة لسبت لأحد. قالت لهم ما شفتوش وتمسكت بقوالها. بالنسبة لمرأة تعيش معاه فرد دار صعيب شوية أنه الويكاند ما تعديش معاه، وأكثر من هكا لا شافته ولا عند عليه خبر ولا سألت عليه. الحاجة الوحيدة اللي قالتها باش تبرر موقفها أنه دافيد مشى لاس فيغاس وبرت مشيان والغادي على خاطر ديما يقمر، وكما قلنا يحب القمار برشا. قالت زيادة اللي هو عنده برشا ديون من شيلة الكازينوات وحتى الفيسك يتبعوا فيه من قريب. الرواية هذه المحققين اخذوها بكل احتراز وطلبوا من نيابة باش يفركسوا الدار متاع تريسي، وفركسوها. في هالمرحلة هذه الدار متاع تريسي فركسوها بالبيت بالبيت بشبر بشبر وفلاوة فليان، وصلوا استعملوا حتى ليمينول. ليمينول اللي سبقوا قلنا لكم يمكن من كشف أثار متاع الدم حتى لو كان مسحوا الأثار متاعه بأقوى مواد التنظيف. خلف هذا المحققين جابوا كلاب مدربة باش يشموا البلايص الكل اللي في الدار، لكن بدون نتيجة. الدليل الوحيد اللي لقاوه هما ليمانات اللي خدموا الكوفيرتير شوفونت، كانوا موجودين في البلاكار. لكن من غير هكا الكوفيرتا هذيك، وانتم تتذكروا مليح انه الجثه متاع دافيد تلفت في كوفيرتا من نوع هذاك ومعها باش ازرق. تريسي ما كان عندها حتى اليبي، واكيد راهو الكلمه هذه استنستوا بها. قالت اللي هي عدت الايامات الكل في دارها من الخميس للحد، لكن ما عندهاش شكون يشهد على الشيء هذا، عكس دونا مرت دافيد الاولى ومرته الثانيه اللي ولاوا بعاد على التهمه. ومع غياب العذر اللي هو لاليبي باش يوليوا الادله الماديه في جره بعضهم، واولهم الكهرباء الليكسوس نتاع دافيد اللي لقاوها في باركينج نتاع سوبر مارشي بجنب داره،
ووقت اللي المختصين تفقدوها لقاو السياج كونديكتور معناها الكرسي نتاع الشوفور مقدم برشا، معناها آخر واحد ساق الكهرباء كان قصير القامة ودافيد كما قلنا لكم جبوت طويل. السؤال لهنا إذن شكون اللي جاب الكهرباء الغادي؟ أكيد ما هوش دافيد وإنما شخص آخر وتلز أنه يقدم الكرسي بشي نجم يسوقها. في التطور هذا من القضية المحققين باش يطلبوا من سوبر مارشي يعطيهم لي كاسيت نتاع الفيديو سيرفيونس، وهكاك ينجموا يشوفوا شكون جاب الكهرباء غادي. وفي الاثناء عملوا استقصاء في حياه تريسي وفي الظروف اللي عرفت فيهم دافيد. وفي هالمرحله هذه اغلب اللي استجوبوهم الشرطه فيما يخص تريسي الكلهم قالوا اللي هما ما يعرفوا عليها حتى شيء، لانه تريسي جابدة روحها ما تحكي مع حد وما تحب تخالط حد. المحققين عرفوا أنه تريسي هذه كانت تخدم كونتابل في شركة قبل ما تتعرف على دافيد، وأول مرة تعرفوا على بعضهم في حفلة نتاع جماعة صحابه. دافيد عجبته تريسي ومن غادي بدات الأمور، هو اللي يحبها ومتعلق بها لدرجة أنه شرى لها كهرباء كي كرهبته لكسوس، لكن هو كرهبته بيضة وهي كحلة، وعمل لها زادة هدية من العيار الثقيل، اكتب لها الدار متاعه باسمها، دار تعمل 66 كيف وكما يقولوا تسكت الصغير وتسوى أكثر من مليون دولار. دافيد في الحقيقة ما كتب لهاش الدار محبة فيها، وإنما كان هارب من ضرائب وفيسع من دم، وقال لها اللي هو يحب يرجع الدار متاعه، معناها يعاودوا يعملوا كتب واحد آخر، وهي رفضت تماما. دار كمن هذيك مازالت باش تسلم له فيها. ولهنا اللي ما تقالش وفهموه المحققين بين السطور أنه العلاقة ما بين تريسي ودافيد اتدهورت ووصلت بيناتهم لمواصلها، وهو بما أنه زير متاع نساء وبدال شهال ولا يحب يطلق. في مجريات هالقضية الفرضية اللي تحطت هو أنه تريسي ممكن يسر قتل دافيد باش تبقى لها الدار باسمها، زعما بعد ما قتلته هي زادة اللي نقلت الجثة متاعه من الدار للباركينج. المسألة هذه يلزمها واحد بدن قوي البنية، ودافيد كان جنش وتريسي ذميمة ومربوعة قد، إذن كيفاش كركرته وطلعته في كهرباء وحدها؟ ولهنا يتطرح سؤال، زعما عندها شريك في الجريمة؟ هذا الاحتمال الوحيد إذا طلعت هي مولة العملة وما نسبقوش الأحداث.
في تواتر هالأحداث المحققين عاينوا زادة لفيديو سيرفيانس انتع المجازان من داخل، وشافوا المرأة هذه واقفة في الكاسة مش تخلص الشيء اللي شريته. ولهنا التصويرة توضح أنها تريسي، أما باقي ما هيش دليل مادي تنجم تتبنى عليه إدانة. تريسي شريت دي ساكون بلاستيك وزوز دباب زما فرق، ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه في أمريكا المفرق يبيعوه عادي أما بكميات صغيرة. القضية هذه اللي قضتها تريسي من المجازة هي اللي باش تورطها نهائيا، لأنها باش تقدم دليل أنها هي القاتلة، وهالدليل هذا لا فيه شك ولا اختلاف، وبالقضية هذه اللي شريتها تتسمى شريتها الروحة. تصوروا تريسي شنو اللي عملت وقت اللي خلصت الكاسيير، اعطاتها كارد فيداليتي باش تعديها على الماكينة ويصير لها تخفيض على اللي شريته، كيما عنا احنا في المغازات متاعنا بالضبط. وقداش هالتخفيض اللي باش تتمتع به؟ هو ما يقارب دينار بفلوسنا. تريسي على دينار هزت روحها للفينجا، والشي هذا بطبيعة الحال عملته بصفة آلية، والأمريكان كما تعرفوا يقدسوا الدولار. ولهنا السؤال المطروح، كيفاش امرأة تحب تقتل رجلها وتتخلص من الجثة متاعه تمشي تشري أشياء من المجازان تورتها وتعطي الكارد فيداليتي متاعها؟ في المرحلة هذه من القضية، بعد ما ثبت أن الكارد فيداليتي هي متاع تريسي، تجمعت برشا أدلة عند النيابة العمومية. أولهما كالجملة اللي قالتها للمحققين وقت اللي لقاو الجثة متاع رجلها محروق، كيفاش عرفتوه اللي هو دافيد؟ وغياب أي موبيل يعني عذر، وتزادوا عليهم التنقلات اللي عملتهم ليلة الجريمة بزوز كراهب لكسوس البيضة والكحلة وبالكاميون زادة. وآخر دليل هي الكارتة اللي استعملتها في السوبر مارشي. الحاجة الوحيدة اللي ما زالت هي الطريقة اللي هزت بها الجثة، بما أنه ثبت لي الكاميون كريتو باسمها. معناها تريسي عملت كل شيء وحدها، والمحققين استبعدوا أنه عندها شريك في الجريمة. الشرطة في الطور هذا ركزت على الكاميون ومشاو للشركة اللي كريتو لتريسي وفلاوه فليان، أما ما لقاو حتى شيء. في بالهم مشا لقاو بقايا متاع دم وإلا ما فرق، والسبب أنه بعد تريسي الكاميون هذا تكرر 3 مرات، وأكيد أنه اللي استعملوه فسخوا الأثار متاع تريسي بالسلاح اللي هزوها وهبطوها. لكن الحاجة المهمة الأخرى اللي باش تضاف للأدلة المادية متاع النيابة هي الجرة متاع جالي الكاميون اللي حكينا لكم عليها واللي كانوا موجودين على ساحة الجريمة. المعمل الجنائي قام بمقارنة أثار عجلي الكاميون، ولهنا وصلوا لاستنتاج هام: الكاميون اللي استعمله المجرم هو نفسه اللي كان في الباركينج، والمجرم في قضية الحال هي تريسي. المحققين قعدوا يستنقوا فيها مدة طويلة ويحاولوا باش يوصلوها لاعترافات، لكن هي شدت في الإنكار، ما حبتش تقر على حتى شيء رغم الأدلة والبراهين اللي حاصروها بها واللي منطقيا يخليوها تعترف أنها هي اللي قتلت دافيد. في المرحلة هذه السؤال اللي قعد مطروح، كيفاش تريسي نجمت تنقل الجثة متاع رجلها من الدار للباركينج؟ كيفاش هزتها؟ الإجابة جات من عند اللي كراو الكاميون لتريسي. وقت اللي الشرطة طلبت باش تشوف نوعية الكارية اللي مسجلة في الدفاتر متاع الشركة، لقات أنه مع الكاميون كرات برويتا يسميوها ديابل، كيما كان موجود عندنا في البلايس الكل. أكل برويتا بزوز عجالي اللي يهزوا عليها السلعة في الأسواق، أكراذ رولوات قماش شكاير إلى آخره، لكن احنا نسميوها ديابلو. وبما أنها تريسي شيطانة باش تستعمل هالديابلو هذا وتهز به الجثة متاع رجلها وتطلعها في الكاميون. ولهنا نسردوا لكم الأحداث اللي صارت فيها الجريمة بكل أركانها. نهار الخميس في الليل ودافيد راقد في داره، تريسي جابت فرد صغير ان بتي كاليبر واللي هو على ملك دافيد وماهوش مسجل ومخليه الوقت الشده، وضربته به طول ابو بورتون يعني قريب برشا في الجنب اليسار، والكرتوشه مشات طول للقلب ودافيد مات على البلاصه.
من بعد لفته في كوفيرتا شوفانت وزادت عليه باش أزرق. خليته من التغادي على الفرش ومشيت في الكرهبة البيضة متاعه الليكسوس باش تكري كاميون. جابت الكاميون حطته قدام الدار ورجعت للجثة بالديابلو. قربته من الفرش وكركبت الجثة متاع دافيد المقرطة. جات في البرويتة بالضبط أو الديابلو كما قلنا. من بعد دزتك البرويتة حتى لين وصلت للكاميون وبتبيع استعملت السيستام الموجود في أغلب الكماين متاع الديميناجمون. نوع من الرافعة تبدأ موجودة في بعض الكماين. اتطلع السلعة للكاميون وثري سي طلعت بها الجثة متاع دافيد. ومن غادي مشيت بالكاميون للباركينج اللي حكينا عليه واللي يبعد قرابة 20 كيلومتر على دار دافيد. غاديك حبت الطيش الجثة في مجرى متاع تصريف مياه انكانيفو، لكن ما نجمتش لأنه الجثة كانت كبيرة ورزينة عليها. واللي تخليتها غادي ورجعت للباركينج متاع سوبر مارشي ودخلت شريت لي ساكون بلاستيك ولي ساكا بوبيل، أما بدلت رايها وشريت إيسانس. وقت اللي خلطت للباركينج ولقات الجثة مازالت بجنب الكانيفو صبت عليها ليسانس وشعلت فيها النار. كانت ناوية باش تذوبها بما الفرق باش تنجم تدخلها في الكانيفو، أما فهمت أنه المشروع فاشل وتحب له برشا وقت وسيتيرنا متاع ما فرق. تريسي قبل ما ترجع الكاميون للشركة نظفته وكملت نظفتك الديابلو مليح مليح، ومن بعد بدلت الكراهب. هزت الكهرباء متاع دافيد البيضة الليكسوس حطتها في الباركينج متاع السوبر مارشي وروحت بكهربتها الليكسوس الكحلة، وهذا الكل موثق في الفيديوهات متاع لي كاميرا دو سيرفايونس. ولهنا أكبر حماقة اللي ارتكبتها تريسي هي الكارد دو فيداليتي، وفوق من هذا المحققين فركسوا لها دارها ولقاو الجراية متاع بيت النوم جديدة نبرة مازالت كي شراتها. في نهاية القضية تريسي اتحكمت بأربعين سنة حبس، منهم 20 سنة ما فيهم حتى مراجعة، والباقي تنجم تطلب فيهم صراح شرطي رميز دو بان. ونهارت اللي باش تخرج من الحبس ويصادف أنها تمشي تقضي في سوبر مارشي، أي واحد يقترح عليها كارد فيداليتي ترش موبيلي في ديها عاللي صار فيها مكا الكارتا. ولهنا ما بقى كان باش نقولولكم إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج نهج التريبينال، تسمعوها يوميا من الاثنين للجمعة وفي نفس التوقيت على إيفام أحلى راديو. نهج التريبينال، قضية اليوم نص عماد بن حميدة على إيفام.